مرحبا فيكم مشاهدينا من جديد. منح صاحب السمو الملكي الأمير الولي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة وسام الجمهورية من الدرجة الأولى، وهو أعلى وسام حيث قلده رئيس السودان عمر البشير خلال زيارته لعاصمة السودان الخرطوم. هذا وكان التكريم بحضور السيدة الأولى وحرم سموه الأميرة أميرة الطويل نائبة رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية. وأقام الرئيس عمر البشير في القصر الرئاسي مأدبة غذاء على شرف سموهما، وذلك بحضور أعضاء من الحكومة السودانية. كما تبادل الرئيس والأمير الأحاديث الودية وعدد من المواضيع التي تهم البلدين على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. كما قابل الأمير الوليد بن طلال وزير الخارجية الأستاذ علي أحمد كورتي وناقش الأطراف مواضيع استثمارية عدة. وهذا وصرح الأمير الوليد بأن مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية مستمرة في دعم السودان.